ازيكم؟ مجموعة أخبار إيجابية جدا تدفع أسهم البورصة المصرية للارتفاع مجددا في عدة أيام لاحقة وأسابيع كمان. أول خبر إن أسعار أمتار المباني لشركات التطوير لم يكون فيها زيادة، فمعنى كده إن شركات التطوير هتنطلق زي مدينة نصر الإسكان والتعمير و مصر الجديدة وريمكو وكل الشركات دي. وزير المالية بيطلب مبلغ صغير يدفع في خزانة الدولة، 5 جنيه، قصاد الناس بتدفع 3000 جنيه في السهرات والحفلات. كمان في سهمين متميزين زي اللي هو سبيد ميديكال ونهر الخير، ومصر من ضمن 5 دول عربية من أفضل الأسواق الناشئة في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023. عندنا هنا مجموعة دول اللي هي الاستثمارات الناشئة والأسواق الناشئة، بادية بالصين أكبر استثمارات وأكبر معدل، بعد كده الهند، الإمارات، قطر، تايلاند، وفي المركز قبل تركيا والمغرب اللي هي مصر. لو بصيت باللون الأصفر كده هتلاقي 5 دول عربية، الحمد لله ما شاء الله، الامارات، قطر، السعوديه، ومصر في المرتبه الرابعه، والمغرب في المرتبه الاخيره. شركه شيفرون العالميه تعتزم ضخ استثمارات جديده في مصر. استثمارات صينيه تقدر بنص مليار دولار في منطقه قناه السويس المصريه. واحد رجال الاعمال الخليجيين يريد الاستثمار في احد المشاريع في الكليه الحربيه. والرئيس السيسي يقول إن كافة المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للطرح في البورصة والمشاركة مع القطاع الخاص. ده خبر جميل جدا جدا. كمان بيقول إن جهاز، يعني بيوجه كلامه لجهاز الرئيس السيسي، بيوجه كلامه لجهاز الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، إن ما يتم افتتاح مشروعات متاح للمستثمرين الأجانب والطرح للبورصة المصرية مرة أخرى، وده تأكيد، رسالة فيها تأكيد. وأن المستشار أو الفريق أسامة ربيع للشرق جفاف قناة بنما له تأثير إيجابي على نشاط قناة السويس المصرية، معنى كان في تدفقات مالية وفي عبور كبير جدا للسفن للقناة السويس في الفترة القادمة. و7 مليار دولار يمكن توفيرها من قبل مقترح برلماني لتعديل رسوم الإقامة للأجانب في مصر. وأسعار الأسهم لا تتناسب مع تضخم البورصة المصرية، فعلا فعلا أسعار الأسهم ببلاش ببلاش. أوعى تغلط وتبيع تحت أي ربح أنت ممكن تكسبه. لو كسبان 50% خليك لسه في السوق، فيه 50. اقتصاد ده برنامج بيقول لك بعقد ضخم مصر تدرس إطلاق صندوق دولاري للمصريين بالخارج وحوافز جديدة. دي بعض المؤشرات لبعض الاسهم. وهنا بيقول لك ان الاسهم والمقروش دي والملاليم فرصة لتحقيق ارباح كبيرة جدا. شكرا لاستماعكم.